ثلاثه اثنين لله در من قال ناتي الى الدنيا ونحن سواسيه طفل الملوك كطفل الحاشيه ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافيه اعمالنا تعلي وتخفض شاننا وحسابنا بالحق يوم الغاشيه فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقيه وغدا مصيرك لا تراجع بعده إما جنان الخلد وإما الهاويه مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي من الحياه في حلقتنا الأسبوع الماضي تكلمنا مع سماحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي حول صور متعددة من أنواع الربا، وتكلم فضيلته أيضا في الحلقة الماضية حول التحذير من هذه الصور وتلك الأنواع التي أصبحت منتشرة في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا اللقاء أيضا يكون معنا موضوع مهم جدا وهو ما يتعلق بمعاملات الذهب. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم سماحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي فحيا الله شيخنا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم ونفع بكم مرحبا بكم شيخنا كريم نورتنا وشرفتنا الله فضيلة الحمد. الشيخ ما يتعلق بمعاملات الذهب وهذه المعاملات أنها لس... منتشرة بشكل كبير جدا بين النساء ما يتعلق باستبدال الذهب الجديد بالذهب القديم في هذا الموضوع تحديدا فيه كلام كثير والبعض يجد أو يعلق على أن هذا الموضوع فيه تعقيدات وأنه ينبغي أن نواكب الأمور الواقعية بشكل أو بصور أبسط من هذا الأمر حضرتك تكلمنا في الحكم بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد العبد عبد والرب رب نعم. العبد عبد ورب. والرب رب الرب يامر والعبد ياتمر الرب ينهى والعبد ينتهي وعلى ان يكون ذلك بالاخلاص لله وحده واتباع رسوله صلى الله صلى عليه وسلم بالمصارعه والقوه والحب والذل التامين لله تبارك وتعالى هذا اولا نعم. وثانيا الرسول الكريم صلى الله صلى عليه وسلم, وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى, عليه صلى الله عليه وسلم عليه الذهب بالذهب والورق بالورق الورق اللي هو الفضة نعم. والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ومعنى ولا تشفوا أي ولا تزيدوا ولا تبيعوا الورق بالورق اي لا تبيعوا الفضه بالفضه الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض اي ولا تزيدوا او كما قال صلى الله عليه وسلم الله عليه هذا ثانيا وثالثا بارك الله فيك هذه امراه معها ذهب قديم وارادت ان تغيره من عند الصائغ بذهب جديد فلما وزنت وجدت الذهب خمسين جرام م. فأرادت خمسين جرام نفس عدد الجرامات وإذا بالصائغ يقول عليك أن تدفعي أربعة آلاف جنيه أو أكثر أو أقل مصنعية م. هذا ربا هذا ربا ربا على الصائغ البائع وربا على المشتريه أي نعم لأن فيه زيادة طيب المصنعين اه المصنعين طيب ماذا نصنع ماذا نصنع بيع الذهب القديم واقبضي ثمنه واذهبي الى صائغ اخر واشتري منه ما تريدين طيب هل يجوز ان تشتري من نفس الصائغ الجواب نعم يجوز اذا لم يشترط عليها بمعنى يقول لها انا ساشتري منك القديم على ان تشتري مني الجديد فان اشترط فلا يجوز فان اشترط فلا يجوز نعم. أي نعم. اما اذا لم يشترط فيجوز لها ان تشتري منه على ان تقبض ثمن الذهب القديم وتخرج من المحل ثم تعود تخرج لو دقيقه دقيقتين طب ولو افترضنا جدلا انها لم تخرج لا باس ولكن الاولى والاحسن والافضل والاتم والاكمل ان تخرج له دقيقتين ثلاثه وترجع طيب تشترسي. هنا نقطه هو لم يشترط عليها صاحب المحل لكن هي شافت ذهب جديد وحابه تشتريه وخدت هذا الذهب وقالت له انها تبيعه وتدفع الفرق دون ان تقبض الثمن بيدها يعني اعطته الذهب القديم نعم وقال لها ثمنه 40000 تمام وهي تشتري مثلا ب 40000 خدتها ازاي؟ قد يكون بزيادة قد يكون بزيادة نعم تدفع الفرق وتدفع الفرق نعم هذا عين الربا ونفسه وذاته م. اي نعم لأن سلمك الله الحديث الذي ذكرت نفسي وحضراتكم به في مقدمة الكلام الذهب بالذهب نعم اي نعم وبعدين ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض لابد أن تقبض الثمن بيدها لابد أن تقبض الثمن وسيقول لك قائل حينما يسمع هذا الكلام نعم شو الشيخ هذا ايش بيقول الشيخ ده؟ خطأ ودنك فين يا جحه؟ ما بدل ما تقول هي تعملها كده نعم خطأ هذا على قوله الناس يعتبرها شكليات يعني. ايوه على قوله وعلى فهمه نعم. وعلى منطقه ومذهبه مذهبه الخاص مم. به يا اخوان انما العلم بايه؟ تعلم. بالتعلم نعم وانما الفقه بايه؟ التفقه بالتفقه وانما الحلم بايه؟ بالتحلم نعم رجل قال لزوجته انت علي حرام كظهر امي ده اسمه ايه اسمه ايه ضياع احسنت نعم واخر قال لزوجتي انت علي حرام هذا مجراه مجرى الايه يمين احسنت نعم فرق بين هذا وذاك كلمه خدت زي عشان ما تدقش لا يا عم انت ما تدقش وما تطبلش لكن الفتوى لاهل الفتوى نعم. الله عز وجل ما قال فاسالوا الناس ان كنتم لا تعلمون وانما قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فخلاصه القول لا بد من القبض م. وبعد ما تقبض تشتري ما تريد اذا كان لم يشترط عليها م. اما اذا اشترط عليها فلا والله واحد. نعم مسألة ان هي تكون سألت احد من المشايخ ولا ان دي شكليات وان هذه في تعقيد والامور الان فيها واقعيه اكثر من ذلك غير الامور زمان يعني في في هذا الشكل كيف ترى؟ والله ارى انه لم يصب نعم. في قوله بهذه الالفاظ التي نقلتها أنت عنه أي نعم ولكن لو رجع إلى الحديثين الصحيحين اللذين ذكرت نفسي والمشاهدين المشاهد بهما وطلع على كلام أهل العلم مثلا في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري نعم الحافظ ابن حجر العسقلاني أو شرح مسلم للإمام أبو زكريا يحيى من شرف الدين النووي او اه اطلع في كتاب فقه كالمغني لابن قدامه او المجموع شرح المهذب لامام النووي او التمهيد لابن عبد البر او المبسوط عند الحنفيه سنه او غيره من الكتب المعتمده كتبها ازاي؟ اي فسيجد الكلام الذي نقلناه له بادلته والله هم يا يعني لا ينكروا هذا الكلام لكن البعض يقول اننا نحتاج في هذا الزمان الى مرونه من باب انه يسر على الناس امور دينهم يا أخي المرونة سلمك الله إذا أنت لم تستطع أن تصلي قائما تصلي إيه؟ جالسا وإذا لم تستطع أن تصلي قاعدا تصلي إيه؟ نائماً. على جنبك على نعم وإذا لم تستطع أن تصلي على جنبك على ظهرك تصلي نعم. مستلقيا نعم. أي على ظهرك نعم يعني. أيوه طيب إذا منعت من الوضوء من قبل الأطباء لا بماء بارد ولا ساخن ولا فاتر ايش تسوي تتيمم تتيمم نعم طب انت ما عندك اموال هل يجب عليك زكاه لا طبعا لا يجب عليك مال زكاه النقديه نعم. طب انت ما عندك ابل سائمه يجب عليك زكاه الانعام لا لا انت ما تقدر على الحج قدره اقتصاديه يجب عليك لا طب انت عجزت عن الصيام لوجود امراض مزمنه عفان له اياك في اه ما تستطيع ان تصوم ايش تسوي تفطر وتطعم وعلى نعم. الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, نعم. طب انت ترى عليك مرض ولا تستطيع ان تصوم ولكن تقوى فيما هو قادم ان شاء الله تفطر وتقضي تقضي. ها مم. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايه من أخر. من, أخر. هذه هي المرونة نعم. هذه الامثلة التي ضربتها وعددت منها امثلة هذه سلمك الله اسمها المرونة كتبت زي اين اما ما تفضلت بالاشاره اليه هذا لا يعد مرونه تدري ليه لان الله فرض فرائض الله فرض إيه؟ فرائض فلا تضيعوها نعم وحد حدودا فلا ايه فلا تعتدوها نعم. وحرم اشياء فلا ايه تنتهكوه. فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء من غير نسيان رحمه لكم فلا ايه فلا تبحثوا عنها. مم. فلا تبحثوا ايه؟ عنها. الحلال بين. والحرام بين. والحرام بين. والحرام بين. نعم. امور ايه؟ مشتبهات. ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ومن حام حول الحمى شك ان يقع فيه. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محاله او كما قال. نعم. عليه الصلاه <applause> ايضا شيخنا الكريم من الصور المنتشره والمتعدده انه ربما تكون هناك زوجه او امراه لها تعامل مع محل ذهب بعينه. راحت تشتري منه الذهب اللي هي عايزاه. وليكن مثلا طلع ب 5000 وهي معاها سيوله 4500 بتاخذ منه الذهب وتقول له ابقى عليك ال 500 جنيه في وقت اخر سمعنا ان هذا لا يجوز نعم ما لماذا؟ لو ان رجلا وامراه نعم لو ان رجلا وامراه اتفقا على جريمه الزنا هل تكون حلالا؟ لا طبعا لا تكون حلالا مم. ولا تقربوا الزنا نعم ايوه فلو اتفقا على هذه المعامله التي تفضلت بها لا تكون حلالا مم. اي لا تحل الحرام هي معاملة ربوية لأنه لا بد من القبض الذهب بالذهب نعم. الورق بالورق حتى لو كانت المدة بسيطة يعني. حتى ولو كانت ربع ساعة عشر دقائق أين؟ يعني مثلا تقول الفلوس في السيارة مم. والسيارة أمام المحل بس ركنة هنا هطلع واروح وارجع بخمس دقائق لا خلي الذهب خت... والفلوس في جيب روح واتي بما تبقى واعطي الفلوس كامله واخذ الذهب نعم يدا بيد اي نعم <applause> واحد يقول بتحبكوها قوي صحيح الناس وبتعملوها <تصفح> على الفتله نعم. تت... يا عم مش فتله ودباره وتحبيكه هذا ما بينه اهل العلم من خلال فقه الحديثين اللذين ذكرتهما وغيرهما من الاحاديث نعم. والله اعلم طيب ايضا التعامل لو ان هناك التعامل عن طريق الفيزا او عن طريق و... الشكاك واريد ان اقول لك نعم. سلمك الله انا اريد ان اشتري غرفة جلوس يقولوا عليها صالون نا. ولا نوم أو غرفة جلوس يقولوا عليها انتريه نعم أو سجاد أو موكيت أو سيارة أو أرض أو بيت أو ما شاكل ذلك هل يجوز أن نشتريها بالتقسيط؟ يجوز يجوز نعم كاتقول لك آخذ السلعة وبعد سنة أجيب لك الفلوس نعم لا بأس لكن هذه الأصناف الستة سلمك الله التي عددها الحديث لا يجوز فيها ذلك نعم لا يجوز فيها لابد يعني الذهب بالذهب الورق بالورق نعم. اه طيب ممكن اخد تمر شكوك اه ممكن طيب اما التمر بتمر التمر بتمر يجوز يدا بيد ولا يكون فيه زيادة مم. ملح ملح بملح تقول كيف ملح ملح يعني ناعم وخشي امم زي اي نعم في كيلو تمر مثلا التمر العاليه ممكن كيلو 200 جنيه 200 ريال وفي كيلو تمر 10 ريال هل ينفع اخذ كيلو طبر ب 10 مقابلهم لا ما يصير هذا يكون ربا عفانا الله واياك نعم ذهبت نعم. لاشتري ايضا ذهب ونفترض ان الذهب كان قيمته 10000 نعم. معي سيوله 9000 و 9500 جنيه ولا يوجد معي الباقي هل يجوز ان ادفع الباقي عن طريق الفيزا عن طريق الفيزا يعني اذا يطيف في المحل ايوه في اذا كان الفيزا فورا يضعها نعم وياخذ الخصومه وصلت ايه إلى حسابي فورا يجوز واحنا واقفين يجوز نعم بهذه الكيفية نعم أيوة ما أكيد يكون عنده جهاز فيزا يعني في هذه آيوة. الكيفية طيب الشيكات سلمك الله الشيك لا يجوز إنه يشتري الذهب عن طريق كتابة شيك يعني طيب لماذا؟ لماذا؟ سلمك الله آه الآن أنا اشتريت ذهب بسبعين 70000 نعم وأعطيتك شيك مم. الشيك وقع منك مم. حتى إذا وقع منك الشيك تنتصب بالبنك سيأتيك الشيك الفلاني رقم كذا لا تعطيه مش هيعطيه مم. صحيح ولا لا؟ واقف الشيك فعلا لكن لو انا اعطيتك فلوس والفلوس وقعت منك ترجع لي؟ لا ما ترجع لي ادي واحده طب خد الثانيه اذا انا اعطيتك شيك واتصلنا بالبنك وانت لك رصيد ضع هذا المال في حسابي واحنا واقفين فوضعه في حسابك انت سويت كده على الاجهزه الالكترونيه وجدت ان حسابك زاد الف تمام نشتري مم. بهذه الطريقة فقط. هذا الكلام، نعم. هل الكلام واضح؟ واضح نعم. أيوه. نعم. ما الم... التع... التعاملات فيما يتعلق بالذهب يحتاج إلى دقة. آه جداً. لأن الناس ربما تظن آه. أن هذه أمور... الأمور هينة يعني. انظر إلى الشيكين سلمك نعم، الله سبحان الله. اللي سألت عنهم الآن. الشكل نعم. الشيك الأولاني والشيك الثاني. نعم. ثم انظر إلى لل... الفيزا هذه. ثلاثة أشياء. فيزا نعم على الترتيب الذي ذكرناه. الشيك الأولاني لا ممنوع. الشيك الثاني نعم ممكن بالوجه الذي بيناه. نعم. نعم. أيضا بعض النساء ربما يكون مولعين بمسألة استحداث الذهب في في كل مرة، يعني مثلا كل ما ينزل موديل جديد تذهب إلى المحل وتحجز هذا الموديل. لو راحت المحل وهو عنده كتالوج، الكتالوج ده بيوريها فيه الموديلات المختلفة. نعم. تختار موديل منهم وتدفع وليكن عربون من قيمة هذا الموديل. نعم. ثم تدفع الباقي حينما يصل إلى المحل. حينما يصل؟ إلى المحل، لأن هو مش جاهز في المحل، هو في موديلات معينة تكون غالية ما إلا بالطلب. تمام. اسلمك الله لا ينبغي هذا نعم. لا ينبغي هذا لانه هو لم يمتلكه مم. كيف يبيع ما لا يملك وثبت في حديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك تمام. فهذه معاملة لا تجوز نعم طيب حجز قطعة ذهبية او سلسلة او اسورة الى غير ذلك في المحل لكن المال معي ليس حاضرا كله يعني نعم. فانا هدفع جزء من هذا المال والباقي بحجزه هيكون عنده في المحل البقي سأدفعه حينما يكتمل معي المبلغ أنا ما اشتريت وهو ما باع ولكن استأمنته على مبلغ عنده نعم. حتى أتمم بقية المبلغ فإذا تمم بقية المبلغ لعل الذهب يزيد ولعله ينقص في مم. ثمنه وارد ولا مش وارد؟ وارد, وارد بل إذا دخل في الصباح قد يكون له ثمن وفي آخر النهار قد يكون له ثمن أخر مم. صحيح؟ صحيح آيوة فأنا استودعته هذا المبلغ من المال ثلاثين ألف مثلا والذهب بثمانين ألف واتيت بالخمسين ألف اخذ ال 30 ثاني وبعدين ادي له ال على بعض واشتري الذهب الذي اريده. <ممم>. بهذه الكيفيه، اما الكيفيه الاولى لا لا لا, لا, لا تجوز. اي نعم. نعم. طيب شراء الذهب عن طريق الانترنت. يعني في الان مندوبين في بيوتات بيعرضوا الذهب عن طريق الفيسبوك مثلا او المواقع والناس بتحجز الاوردر وبيوصلهم على البيت وتدفع الذهب للمندوب. المندوب لا حرج نعم. المندوب سيسلمني الاساور نعم. الغوايش السلسله الخواتم اللي يسمون سيال سيسلمني واسلمه المال نعم فاذا كان سلم واستلم ابدا جائز 100% ولا حرج في ذلك الله اعلم طيب الصور المتعدده ايضا المنتشره بين الناس لعل على تذكرها يعني إيه وهي محرمه هل هناك صور اخرى غير التي ذكرناها لا مثلا على سبيل المثال وليس الحصر نعم الذهب في عيار 18 مش كده؟ نعم وفي عيار ايه؟ 21 وحوشين. في عيار ايه؟ 24 24 نعم هل ممكن اعطيك 10 جرام اسويره 10 جرام 24 نعم واخذ منك اسويره عيار 18 15 جرام لا يجوز امم لان ولا تشفوا بعضها على بعض اي أيوة ولا تزيدوا هنا المعنى ايوه هنا هو المعنى حتى لك كيف هتقول ده 18 و24 اقول لك ولا هذا ذهب وهذا ذهب طب ما ما الحل في هذه المساله ابيع الذهب عيار 18 واخذ ثمنه ثم اشتري عيار 21 او 24 الذي اشتهيه وابغاه امم حتى زي للنسوه نعم اما بالكيفيه الاولى لا بالكيفيه الثانيه فلا يجوز ايضا سلمك الله آه ال الصائغ ياخذ بارك الله فيك ذهب من تاجر ويعطيه له الفلوس اخر الشهر يعني شكوك اه يعني مع بعض يعني هذا حاصل بينهم نعم. بين معظمهم بين ايه؟ معظمهم معظم. الا من رحم ربه وعصى نعم ايوه فهذا امر محرم هذا الرجل ياكل حرام يعني دخل في طعامه حرام نعم. دخل في شرابه في لباسه حرام يا أخي بارك الله فيك أنت تريد أن تكون صائغ لا بد أن تدرس فقه الذهب م. قبل أن, 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 أن تتاجر فيه فإن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كان ينزل إلى السوق ويقول فليخرج من سوقنا من لم يتعلم فقه التجارة ويضربه بالدرة نعم يضربه إيه؟ بالدرة, بالدرة. ليه؟ حتى لا يقع في الربا سلامك الله إيه هذه مسألة اللي هي مسألة إيه رقم واحد 18 و21 و24 لا حكيتها واضحه نعم واضحه نعم. طيب المساله الثانيه تجار الذهب يتعاملون مع بعضهم بالدين مم. طيب كذلك مساله ثالثه انت ليك واحد صديقك دايما تشرب معايا القهوه خدت لك كيف ويعني تتشاوران وتتسامران وتتجالسان فانت جيت تزوج ولدك ولدك فتريد شبكه للعروس فبارك الله فيك تقول له خلاص أه يقول لك الشوكة بكام؟ ب 80,000 خلاص 50 يقول لك يا رجال ما في بيني وبينك تكاليف 30,000 براحتك هذا هذا ايضا لا يجوز هذا او ربما يكون الصائغ اخوك ابن امك وابيك يعني شقيقك نعم هذا احنا اخوان حتى احنا اخوان لا يجوز ايضا هذا الاخوه شيء والبيع والشراء في الاصناف الستة التي تتعلق بالربا امر اخر نعم فهذا لا يجوز بين الاخوين فضلا على ان يكون بين الصاحبين او الجارين نعم وانت تعلم ان الناس عامه والمصريين خاصه يعني عندهم الفه وعاطفه وختم فبارك الله فيك اذا كان هناك صحبه يقول له يعني ايه احنا واحد وتجيبوا واحد مم. كلام من القبيل لا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم فلا بد من تقديم امر الله عز وجل هذا مم. غايه في الاهميه سلمك الله نعم وكذلك لو ان بيني وبين صاحب محل الذهب معرفه وصداقه يعني نعم. وابني بيتزوج فانا هقول له العروسين هيجوا لك يختاروا اللي يختاروه والفلوس عندي اي نعم ايضا هذا ربا لا يجوز اه لان سنلتقي غدا في صلاه العصر او في في في, في الصهرة. نعم في الصحراء هات لك بالفلوس ايضا هذا ربا عليك وعليه مم. يعني على البائع وعلى المشتري مم. والناس ينظرون الى مثل هذه الاجابات ان هذا تعصب وتزمن مم. وتشدد يقول لك عم احنا دلوقتي احنا في القرن الخامس عشر الهجري الان نحن في القرن الحادي والعشرين يا اخي احنا في عهد الانترنت يا عم ايه دخل الفضائيات والانترنت ناس وصلوا القمر وانت تقول لي مش عارف يا عم هذه احكام هذه امور شرعيه يا اخي الكريم ملهاش دخل في موضوع القمر والانترنت والفضائيات واحنا في قرن كذا وقرن كذا نعم مم. اذا فيما يتعلق بالصداقه ايضا والمعرفه عن شيء بشيء يذكر حتى لو ان بيني وبين صاحب المحل محل الذهب معرفه وابني هتزوج وفي بينا وبين بعض معاملات ماديه ربما يكون هو مديون بفلوس عندي مم. لو لو اولادي راحوا يشتروا من عنده الذهب وقال لي اخصم ده من الفلوس اللي عندي لا ما يصير هذه ما مساله وتلك مساله اخرى نعم آه ادفع الفلوس نقدا وخذ حقك من الرجل نعم اي نعم كذلك سلمك الله أه لو ان في احيانا واحده معها خاتم او اسويره نعم غويشه اتكسرت نعم فصار ذهب مكسر مم. ذهب ايه؟ مكسر مكسر فلو انت تريد ذهب جديد وسليم بيع الذهب المكسر واقبضي ثمنه واشتري الذهب الجديد التي تشتهينه او تريدينه نعم واضح؟ واضح الذي تريديه اشتريه بس بعد ما تبيعي ما شئتي م. هناك مسألة أخرى أنا عندي ذهب مكسر فأعطيته للصقر قلت له صنع لي دولا غواش أو اديته قطع ذهبية نعم. يصير ولا ما يصير؟ يصير يصير أقول له سوي لي دي أساور وسوي لي سلسلة وكذا وهذا الذهب عام يعني 21 ودتها له وبعدين خدتها يا صنع. مم. قلت له انا اجيب لك المصنعيه بعد اخر الشهر مم. هذا يجوز هذا؟ يجوز يجوز يجوز, نعم. يجوز. نعم. لان ما في بيع وشراء ذهب مم. وانما الفلوس التي اجلت على ايه؟ المصنعين نعم. المصنعين نعم. وهذه مساله اراها هامه للغايه مم. وارجو ان ينتبه المشاهد الكريم والمشاهده الكريمه الى الفروق بين هذه المسائل التي عددنا بعضها نعم. قد نعم. ايضا شيخنا الكريم ربما من يستمع الينا الان ويشاهدنا يكون حد من اللي بيشتغلوا في محلات الذهب. اي نعم. فهناك معاملات مفروضه عليه من, من قبل صاحب المحل او سياسه معينه في التعامل، لو بيتعامل على خلاف هذا الامر في المعاملات المحرمه في مساله الذهب، هل يجوز له ان يعمل عند صاحب المحل ام لا؟ والله انت تعلم ايه المائده نعم. وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هذا تعاون على الاثم والعدوان. نعم. وهذه الاشياء يطلق عليها انها ايه؟ ربا والربا ايه؟ حرب على مين؟ على الله ورسوله على الله ورسوله انت يا من تبول وتتغوط وتنام وتستيقظ وتجوع وتشبع وتعطش وترتوي تريد ان تحارب الله القادر القدير المقتدر الكبير العظيم المتعال هذا ما عنده عقل حتى لو لم اكن انا صاحب قرار يعني وانا اعمل عنده الاثم يكون عليه ولا انا ايضا لا يجوز لي العمل عنده الاثم علي على كل منكما لان نعم. لان هو يمارس البيع صحيح هو يمارس البيع نعم. بهذه الكيفيه مم. وهذا يعد تعاون على الاثم والايه العدوان نعم. آه وبعدين الحديث كما تعلم انت الحديث بيقول ايه ما اذا ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم نعم ها؟ فاتوا من وصدق. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اذا نهيتكم عن شيء ايه؟ فاجتنبوه. اه النهي اجتناب كامل وتام. أما الأمر يسقط بالعجز. مم. الأمر يسقط بايه؟ بالعجز. بالعجز. نعم. أما إذا نهى تنتهي. مم. إذا نهى تنتهي. مم. أي نعم. إذا سبحان الله تنتهي. صاحب المحل والعاملين يحتاجون إلى أن يدرسوا فقه البيع. ده هذا على سبيل الفرض والوجوب الحتم اللازم. نعم. حتما لازما فرضا واجبا مم. حتما لازما فرضا واجبا فرضا واجبا مم. والا يكون اذن ايضا بعض الموديلات الذهبيه المنتشره الان عليها رسومات هذه الرسومات تكون رسومات فيها ارواح هل يجوز شراءها ولا لا لا يخفاك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه من مصورون. المصورون المصورون ولا يخفاك ما ثبت في البخاري مش, مش انت لا <applause> <داي> كل مصور <تصفيق> 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 <تصفيق كل مصور في النار نعم. يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة نعم. فتلقى الأسورة رأسها حية نعم. حية صحيح. وقد فتحت ايه فمها نعم. فتحت فمها نعم. هذا لا يجوز لبسه نعم. زي بعض الناس يسوون غرفة المجلس الصالون هذه آه او الانتريه بتاعها آه. اسد نعم. او على النيش او الدولاب الخزانه نعم حتى عليها صور لا يجوز هذا يمنع دخول الملائكه البيت نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله قال الله ان الله. الملائكه ان حرف توكيد نعم وكلامه بتوكيد وغير توكيد اكيد مم. ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره نعم. ودي الصوره في يدها ها؟ او في رقبتها هذه كيف كيف تدخل الملائكه الغرفه وكيف لا تصطحبها أبداً حتى لو قرأت قرآن نعم. حتى لو سبحت وحمدت وكبرت وهللت وصلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله واستطعت الملائكة ما تقول المصورين خلف الكاميرات اشرأبت أعناقهم أنهم أكثر أهل النار سلمك الله هؤلاء <applause> يصورون خطب ومحاضرات وفتاوى <applause> نعم. حتى يبثوها للعالم الإسلامي فيستفيدون منها نعم. فالعلماء المعاصرين منهم من قال بجواز هذا كشيخنا فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين بن رحمة رب العالمين على والدي وعليه وعلى على سائر علمائنا ومشايخنا أمين أمين شيخنا آم. الكريم آه. آه. آه أيضا آه من المدلات الذهبية المنتشرة أن الخاتم يكون عليه لفظ الجلالة أو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز في البيع والشراء أنت لا يخفاك أن لبس الذهب للرجال محرم نعم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع صلى الله الذهب عليه في, الله. يد والحريرة في يد والحرير في يد قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام رجل, رجل يا أخي سبحان الله له تفكيرات شيطانية إبليسية خيبة جداً لابس خل ايه اصل انا بسافر كتير وبتاع طب هو يعني قال مم. ممكن فلوس تسترق مني يا آه. يعني احنا دلوقتي في موضوع الشيكات وموضوع الفيزا, الفيزا وموضوع وحتى لو ما كانش شيكات وفيزا في مصر ما لا يجوز هذا أنا... انت تتحايل على الحرام نعم. واليهود منعوا او نهوا عن الصيد يوم السبت وضعوا الشباك يوم الجمعه واخذوا يوم الاحد نعم. التحايل اشد من الحرام نعم. التحايل اشد ايه من الحرام, من الحرام. أما أنت تريد تلبس خاتم، البس فضة. البس نعم. إيه؟ خاتم فضة. أما المرأة تلبس ذهب وفضة لأنها تتحلل أنا هرجع لسؤالي الثاني لكن في هذا السؤال تحديدا يعني أنا كصاحب محل أو عامل في محل ذهب نعم. لو علمت أن هذا الشخص سيلبس هذا الذهب لنفسه للرجل لا يجوز لي أن أبيعه إياه. طبعا يعني الدبلة الذهب للرجل لا تجوز أن أنا أبيعها لل. دبلة أو خاتم وهو معلوم لديك أن كما يقولون باللغة العجمية ان الموديل بتاع الراجل بيختلف. يختلف عن موديل المراه نعم فما فهو يعني جايبه جايب خاتم رجالي بلغه النيابيين نعم النيابه يقول لك سبق اصابه رصد نعم. فده عنده سبق اصابه رصد على ان يتاجر فيما حرم الله نعم. لكن احيانا الناس يكون في لبس في إيه؟ ان الدبله النسائي بتنفع للرجال ايضا طيب على كل حال الحاجه دي لو عرفت ان هو هياخدها لنفسه و... على كل حال هي من عادات غير المسلمين نعم الدبله <applause> ويكتب عليها تاع الحرمه، آه. يكتب عليها اسم الرجال، نعم. والرجال يكتب اسم الحرمه، ايش بتسووا؟ قال هذا يعني يؤلف بين قلب المرأة والزوج بين نعم. يعني الرجل والمرأة. نعم. والله أبداً لو لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت إيه؟ من أي نعم، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. القلوب بيد الله عز وجل. السؤال الذي كنت أقصده لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت سؤال نعم. نعم السؤال الذي كنت أقصده ما يتعلق بلبس الخاتم اللي عليه لفظ الجلالة للنساء. هل هي جزء أو لا؟ كيف ستدخل بالكنيف؟ نعم. دورة المياه يقولوا عليه التواليت نعم. الحمام مم. ومكتوب مكتوب عليه ما يصير نعم خطوة زي. وبعض النسوة يرتدين سلسلة فيها آية الكرسي صحيح كيف تدخل الحمام التواليت هذا دورة المية الكنيف كيف تدخله؟ نعم كل ما أرادت أن تدخل تخلع طب افرض خارج البيت وبعدين تخلع يقول جالك الفرج حرام. آه. <applause> تخلع من هنا وهو يخطفها من هنا. نعم. ولكن في مثل هذه الحالة طبعاً هي تخبيها تحت الخمار ويكون هذه ضرورة نعم لكن الأصل أن نتجنب مثل هذا بعض الساعات الرجال الآن فيها فصوص ذهب لا يجوز لا يجوز أبدا حتى إن لم تكن كلها ذهب يعني. قولا واحدا لا ثانية له. لا. نعم. لا يجوز للرجل أن يرتدي شيئا من الذهب إلا في حال ما هي؟ إذا كان دكتور الأسنان نعم. قال أن هذا يلزمه سن ذهب يلزمه نعم طبعا في سن عظم وفي آه فضة وفيه وفي يعني بلاتين ومش عارف إيه، حاجات نعم يعرفها أهل التخصص. فتل... لكن قل هذا لا يلزمه ضرورة، مم. فأنت تعلم أن الضرورات تبيح المحظورات. نعم. ولكن إذا مات نخلع عنه هذه السنة <applause> شريطة نعم. ألا يحدث له مثلى. ألا يحدث له إيه؟ مثلى بمعنى؟ مثل. يعني أنت تقطع شفته آه. أو اللثة تجرحه وحرمة المسلم الميت كحرمة المسلم إيه الحي الحي نعم فلو هتجرح اللثه بتاعه او هتجرح عشان خاطر جرامين ذهب ولا جرامين ذهب ما يصير مم. هذا مسلم ها آه حرمته عند الله اعظم من حرمة الكعبه مم. حرمته عند الله اعظم مم. من حرمة الكعبه نعم. التي نطوف حولها بيت الله عز وجل نعم مم. آه ايضا في تعاملات شيخنا الكريم بعض كفرات الموبايل نفسها لما يكون موبايل غالي بيكون فيها فصوص ذهب بالنسبه للرجل كيف وضعها؟ هو رقم واحد يعني في الحامل على الموبايل من ورا من هنا اللي هو بيسموه بي بي الملقط عشان يبقى المشبك بيكون فيه فصوص ذهب هل هو يلبسه؟ لا بس بيستخدمه هو موجود في التليفون حينما, حينما ممكن يحطه كده عشان يمسك التليفون نعم. ماجوس. ماجوس. لمجرد انه هو يلبسه اي نعم نعم طيب شيخنا كريم من اراد ان يرجع الى هذه المسائل مجمله اين يجدها؟ أجدها في اي اي كتاب فقه في باب الربا في باب الربا لكن مش هي المسائل كده التي انت سالت عنها نعم وقمنا بالاجابه عليها على قدر توفيق الله نعم لأن من اراد ان يدرس فقه الذهب مثلا لو انه بصاحب محل والله انا انصح بكتيب لسماحه شيخنا العلامه محمد بن صالح العثيمين اسمه شراء وبيع الذهب فيه 21 سؤال وجواب نعم <سؤال> باختصار وبدون ثرثره وبدون حواشي وكلام صحيح وطيب وموجز ويعطيك آآ آآ الاجابه من اقرب طريق. <سؤال> <سؤال> <أي> نعم. طيب ايضا لو إن اما طبعا يعني طالب العلم حياته بقى في الكتب المختصره الكتب المطوله وكتب الحديث هي الاصل. نعم. <سؤال> كتب يعني يقرا ايات الربا ثم يقرا تفسيرها ويقرا الاحاديث زي في كتب الحديث مثل البخاري مسلم الترمذي ابو داود ابن ماجه النسائي مسلم احمد ويقرا الشروحات نعم. الشروحات لاهل العلم المعتبرين مم. واذا اراد كتب الفقه مثلا المراجع زي المغني ابن آه قدامه المجموع شرح المهذب للامام النووي التمهيد لابن عبد البر المحلل ابن حزم يعني تفصيل يعني ايوه او مثلا نعم. او الكتاب عصري زي الشرح الممتع في زاد المستقنع للمثامين او توضيح الاحكام شرح بلوغ المرام للعلامه ابن بسام او تيسير العلام شرح عمله الاحكام للعلامه ابن بسام او غيره مثلا من الكتب زي مثلا متن الغايه والتقريب شرح فتح المجيب نعم زي او غيرها من الكتب سلمك الله لو ان زوجا تعثر في اموره الماديه واقترض من زوجته ذهبا مم. هذا الذهب مثلا 100 جرام أم. هل يجوز ان يرد قيمه ولا لابد ان يرد جرامات اذا اعطته 100 جرام يرد 100 جرام نعم اما اذا هي باعت ال 100 جرام واعطته مالا وقالت انا اريده مالا فيرد مالا يرد مالا آه. حتى لو ال 100 جرام كان في وقتها طبعا برقم لا غير لا الرقم لا, لا. لا. انت اشتري دي انا اريد منك 100 جرام ذهب عيار 21 قرض حسن هل تت هل تتفضلين علي بهذا؟ قالت نعم موافقه خدت ال 100 جرام رجعهم 100 جرام طب هي ذهبت تبيعهم او وكلت احد يبيعهم قالت انا اريد مالا تردهم مالا يردهم مالا نعم. ولا شك ان الافضل لها ان تقرضه جرامات وان نعم. يردها جرامات نعم أيوة. شيخنا كريم هذه المسائل بالمناسبه نعم سلمك الله في واحد بيجيب لزوجته شبكه مش كده؟ صحيح ايوه وبعدين بعد الزواج يريد يشتري شقه شقه مم. بنصف مليون تربع مليون مليون اكثر اقل يوم واخذ منها الذهب هذا قرض حسن نعم يرد <applause> نعم. يريد وهو بيبني في البيت قرض حسن او يكتب لها في البيت ما يعادل الذهب آه. ربع البيت ثمن البيت اكثر قل. ان بعض الرجال متخصصين في نهب اموال النساء <applause> تخصصه ينهب اموال النساء نعم والعياذ بالله قل انا الذي اتيت به يا اخي اتيت به لكن ليس حقك نعم <applause> ازاي فبعض الناس ياكلون اموال الناس بالباطل <applause> ويتفننون في ذلك ويفتون انفسهم بانفسهم ولا يعودون الى اهل العلم المعتبرين في ذلك. نسأل الله الهدايه لنا في هذه الحاله ان مات الزوج بيخرج المال اللي دفعته المرأه من ذهبها من راس الكوم ولا الوضع يكون عامل سلمك الله اذا مات الزوج رقم واحد نخرج غسله وتكفينه ودفنه. تمام. رقم اثنين سداد الدين. امم هذا من جملة الدين؟ اه ده من جملة الدين. نعم. رقم ثلاثة سداد الدين، رقم ثلاثه مؤخر المرأه. مؤخرها ايضا من الدين ايضا ما شاء الله <applause> ده من الدين <applause> نعم وانت لماذا لا تسارع باعطاء زوجتك مؤخرا؟ نعم هو يجب باحد الامرين اما الطلاق أخ... أخ... او, إما أو الموت اما الطلاق او الموت نعم لكن يستحب لك ان تبادر بسداد ما عليك لكن اظنها مساله غير مشتهره حتى انه يطلعها بعد الموت مش مشتهره نعم وهذه مشكله كبيره نعم حتى والان ينبغي ان تعطي تعطي لزوجتك مؤخرا وتكتب ورقه تقول لك عيب وبتاع ولا, ولا عيب ولا عياب كتبنا مم. ورقه وتوقع لنا خير نوصلها ايه؟ صلاه مؤخره ويشرع ده اثنين شهود نعم وهما زوجين ايوه لاني نعم. واحيانا تقول لك إيه انا تنازلت عن المؤخر مم. وكثير من النساء عندهم دقه عيال نعم. مع اول مشكله اول مشكله <applause> تقول لك إيه انا عاوز المؤخر بتاعي نعم وانت اكلت يا إيه بنت الحلال انت قلت قلتي نعم ازاي؟ تقول ابدا قلت ورجعت الكلام نعم فانت كن معطاء مم. واجعل يدك عليا ولا تجعل يدك سفلى ما استطعت الى ذلك سبيل نعم. ونفقه زوجتك واجبه عليك حتى لو كانت هي مليارديره وانت فقير نعم. تجب عليك النفقه نعم وانت عامل مسكين اي نعم شانا كريم هذه المسائل التي تدرسناها الليله فيما يتعلق بمعاملات الذهب مسائل غير منتشره عند عوام الناس ولعل كثير من الساده المشاهدين يسمعوها لاول مره سواء اللي كان هيشوف ان هذا الكلام فيه شيء من التعقيد او فيه شيء من التضييق على الناس او بيسمعوا لاول مره عن طريق الشاشه هذا القصور اين تجده؟ يعني علمائنا ومشايخنا سواء في المنابر او في الملقات التلفزيونيه إيه للاسف هذه اللقاءات غير منتشره بهذا الشكل. سلمك الله انا ارى ان خطيب الجمعه نعم اللي هو طالب العلم المتفقه لماذا لا يبث في كل خطبه مساله؟ حتى مهم جدا مساله في الطهاره نعم. مساله في الصوم مم. في الصيام في الزكاه في الحج مساله في البيع والشراء مم. مساله في الحواله نعم. مسألة في الرهن مم. مسألة في الإيجار مم. مسألة في القتل نعم. حتى يعني نقتل الناس يا أخي أنت ماشي بسيارة قتلت واحد خطأ نعم. وارد ولا مش وارد, جدا. كلنا معرضين إلى هذا نعم. مسألة في الديات الدية المخففة ودي ودي الإيه ودي المغلظة المغلظة هذا يحتاج أن يكون الخطيب عالم خ... خ... حت... آه. نقش مسائل فقهية أيوه سبحان مم. الله يعني مثلا آه أنت قتلت عفاك الله واحد خطأ بسيارتك نعم الدية المخففة اللي هي بتنق على مين؟ على العاقلة نعم العاقلة طب العاقلة دي أنت لا يزوروك ولا بتزورهم لا في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى ولا في رمضان العاقلة هذه معناها حتى يعرفها الأستاذ المشاهدين اللي هي عائلتي يا عائلة القاتلة العاقلة يعني. هي القبيلة نعم القبيلة نعم خدت أنت إزاي؟ طب أنت ولا أنت بتروح لهم في أفراح ولا في مياتم ولا في نجاح ولا في رسوم وجاي لما بيجي موضوع الفلوس تقول هات فلوس إيه؟ ما عندنا فلوس روح روح لان هم اولا اولا لا يعرفون المساله نعم وقصور المحبه والموده والالفه بين الارحام هدمت صحيح الا من رحم ربي وعصى نعم. الا من رحم ربي وعصى انت ما بتزور اخوك ليه؟ والله انا رحت له 10 مرات هو ما جانيش ولا مره انا ابن تسعه وهو ابن تسعه وبالمناسبه انا معاه بكالوريوس ومعاه دبلوم <applause> ما يدخل ادخل البكالوريوس والدبلوم يا اخي من عمل صالحا ايه؟ فلي فلنفسي ومن اساء عليه انت لو رحت له مره هو جالك مره يبقى احنا بنلعب كوره يبقى واحد واحد رحت له مرتين وجاك مره يبقى اثنين واحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الوصل بالمكافئ ليس نعم. الوصل بايه؟ مكافئ لو انت رحت له مرتين وجاك مرتين هذا ليس واصل لكن اذا قطعك وانت وصلته يبقى انت واصل نعم يبقى انت ايه؟ واصل واصل وانا اريد ان اقول ان الوا أه الاب هيقول يقول له يا ولد احنا بنبني البيت دلوقتي او بدنا نشتري ارض طيب اؤمر يا ابي ماذا تريد؟ هات الذهب اللي في اضمارتك هذه هات الذهب اللي في اضمارتك يا ابي هذا هذا ملك لزوجتي لها نعم. ذمه ماليه مستقله خاصه هات هاي ولا دماغ هات ويقوم شربوهم ايراد أرض مع ذهب النساء نساء و... ويتاكل الموضوع ده نعم. يعني هذا كلام موجود في الرياف. القرى والارياف نعم. الا من رحم ربه عصر هذه مصائب ينبغي التنمر اذن على الساده الخطباء على الساده الائمه على الساده العلماء على الساده الاعلاميين الذين يتصدرون الشاشات ان كان اعلام مرئي او مسموع او مقروء ان يبثوا مثالي. للناس زي امور الشركيات للتحذير منها امور التوحيد للترغيب فيها امور السنه للترغيب فيها امور البدع للتنفير منها امور الحلال والحرام والمكروه والمندوب والوجه بأسلوب رقيق رقراق سهل ميسور لا فلسفة فيه ولا تعقيد نعم. والكلام دائما يتجلى من جلي صحيح. بالأمثلة نعم شيخنا أيضا في آخر سؤال قبل أن نختم هذا اللقاء لو أن زوجة باعت ذهبها على مسألة تعليم الأولاد أو زواج أحد الأولاد أو إلى غير ذلك هل يعد هذا دينا على الزوج الجواب بحول الملك الوهاب الواجب في النفقه على الرجل ام على المراه الرجل على الرجل فاذا كان زوجها قد طلب منها وقال لها هذا دين خلاص يبقى دين مم. طب اذا كانت هي تطوعت دون ان يطلب منها ودون ان يكلفها احد خلاص مم. هي تطوعت نعم لكن في بحث ما ايه في بحث اسمها مروءه نخوه شهامه رجوله خطه أنت زي وفي بحث اسمها يد عليا فانا هي جابت باعت درس خصوصيه للاولاد 50 جرام انا اجيب لها 70 جرام نعم 50 تبعتها و20 زياده امم زي. واقول لها جزاك الله خيرا من زوجة صالحة وبارك الله فيك من أم طيبة هكذا مش أقول بركة يا جامع ونام عليهم لا هذا ما يستوي نعم. هذا ما عنده شهامة ما عنده لكن ماليش دعوة الوقتي نعم. هو يلزمه ولا ما يلزموش لا ما يلزموش نعم. لماذا؟ لانه لم يطلب منها ولم يكلفها يبقى لا يلزمه لكن بقيت الشهامه والمروءه والرجوله والفحوله والنخوه واليد العليا نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم جواركم لا يمل بل كله النفع والاستفاده علمتنا ورفعت عنا الجهل في هذه المسائل بارك الله فيك مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لسماحه شيخنا الوالد فضيله الشيخ الدكتور ابو بكر الحنبلي على هذا اللقاء جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك أحسن سبحان أحسن الله سبحانه وتعالى الله واياكم بما قلت والسادة المشاهدين والمشاهدين اللهم أيوة. تخبر الله طاعتكم أم. مشاهدين الكرام ومن هنا يلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من حلقات من الحياة لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته